حاليا هسه يعني صارت بصوره عامه انه جمهور ماكو، ف يعني تشوف حتى اغلب الفرق يعني صح قاعد تفوز بس مو بذاك المستوى. دائما اكو تذبذب، يعني تشوف اليوم الشرطه مثلا مش لعبه لعبتين وراها بدا الدروب ينزل تعادل او خساره. طيب رجع يفوز. الفرق تاثرت بعدم حضور الجماهير، بس ايهما اكثر؟ منو اكثر فريق واضح غياب الجماهير على ادائه؟ مع احترام لكل الفرق بدا اقول لك انا الزوراء، لان شوف انا عشت وياهم فتره طويله، علاقه اللاعب بجمهور الزوراء يعني روحيه عاطفيه، يعني شلون بدي اوصل لك اياها، هي بعد يعني اكثر، فيحسون انه يعني بدا يدخل اللعبه. مو اقول لك ماكو حافز، لا راح تلعب حالك حال بقيه الانديه، بس ماكو انه ذاك الشيء اللي يطيق دافع، يعني دافع معنوي اختفى العنصر اللي يعلي الروح للاعبين. صحيح. اها، من الفريق متاخر بالنتيجه تشوف انه الجمهور يراجعك، خاف انت تريد تطي مثلا يعني ايش قد 50-60% نقول راح تطي فوق ال 100%. 110. اي والله قلت لك انا هاي الامور عايش الجويه. هم فريق جماهيري كافي، وهم عدم حضور الجمهور ياثر على وجوده، بس يبدو انه سبب الجمهور هسه واحد من الاسباب، بس الاسباب بالزوراء كثيره والمشاكل تستنسخ نفسها كل سنه. بس انا ما اعرف اكو هاي المشكله مال الامور الماليه، انا اسمع يعني من خلال حكينا ويا الاخوان، يعني سواء تلتقي بعض الجمهور او بعض المشكله الزوراء الازليه هي المشكله الحقيقه المعضله بالوزاره وتارك الفريق. يعني اي وزير يجي مزاجه يريد يطي او ما يطي، هاي مشكله يعني حقيقه. يعني المفروض انت هذا فريق كره قدم، واكو ناس تعمل به ومؤسسه واكو جمهور يشجع، المفروض يعني دير بالك على وضع النادي. بس انا اعتقد الجمهور ضروري هو حقيقه حضوره. الجمهور هو يعتبر شلون الرقابه، انا اسميه اللاعب اذا شويه يطفى يقدر الجمهور يصعد من مستواه، اللاعب المو زين مثلا راح يصير عليه ضغوطات يحاول يقدم. انتم مع دخول الجمهور بهذا الظرف؟ يعني هسه اني لو اسوي لي قاعده مرتبه هسه اليوم انتخابات مو واحد بوصل لك ما طلبه مو هاي مشكله. انت تشوف يعني زياره البابا ملعب اربين ما شاء الله، فاني لازم القى لي طريقه بحيث هسه احنا بس نتوصل للدوري. المشكله ما اعرف شنو السبب هسه. اوكي ملعب شيء 30,000 متفرج، ما اقدر اقعد لي 10,000 بعيدين. اذا مع الدخول وفق ضوابط. وفق ضوابط. اخذ راي كابتن حيدر. اكيد هسه الكابتن سبق، احنا من زياره البابا ملعب اربيل شفت الحضور الجماهير، مو صحيح؟ صحيح. سلام الله على موسى الكاظم. شفت الزياره ولا ما شفتها؟ صحيح. يعني ما تقول اكو كورونا. صح؟ يعني الموضوع مفتعل؟ لا مو اقول لك مفتعل، لا مقصود عدم حضور الجمهور؟ ما اعرف هنا، يعني هو لازم دور وزاره الشباب والرياضه، دور الاخوان بالتطبيعيه، دور حتى ادارات الانديه. يعني هسه انت تشوف هسه مطبقين الحظر، يعني خلينا نحكيها مطبقين الحظر بس على الفقير. هسه نطلع ونشوف بالشارع نشوف الناس اللي قاعد تطلع شنو. قالوا يابا حظر، العالم كلها طلعت، اذا من المحافظات اذا من بغداد. صارت مال زياره البابا دا قلب على الانستغرام اشوف شارع المطار متروس، زين علي من الحظر لعد. تجي ابو خليه الازمه يصرح شكل يقول احنا ما نريد حظر، يطلع وزير الصحه يقول لا احنا نريد حظر. فانت وين تريد توصل؟ يا اما تطبق الحظر 100% على الكل على الجميع، يا اما ما تطبق. اذا انت مع دخول الجماهير؟ اكيد ضمن ضوابط. تجي كل نادي هو راح يتحمل يعني شنو النقاط الرئيسيه اللي لازم تتطبق، اكيد كل نادي راح يتكفل بها. ايوه يقال انه بعض ادارات الانديه